ده طولة بال بدرش احنا نحزير ولا بقدر يتهم حدا يا عمي الله يرضى عليك. نروح نقول له انه هو حرق سيارتك او هو ورا السبب في السيارة. لغزنيش فيش عنا ولا اي دليل ولا برهان يثبت هذا الكلام. فاحنا يا عمي نتروى ونحاول ندور على ادلة مناش نستعجلها. الله يرضى عليك يا عمي. الله يا حج انت على العين وعلى الراس. وانا زلمة حقاني وبحبش اظلم حدا. بس فيش الا هو. فيش الا هو اللي بيني وبينه مشاكل. اللي بيني وبينه تاتش. واللي دائما بتطلع لي. فيش الا هو حرق سيارتي. وانا متأكد. وبدي احكي لك كلمة وبدي تفهمه اياها وعشان يعرف. بتقول له معاك 24 ساعة. اجا اعطى الحق؟ يا مرحبا بابا. ما اجاش اعطى الحق؟ كل واحد له حق عند التاني بيعرف يجيبه. وهذا اخر كلام عندي. ده طولة بال يا عمي. بس زي ما حكيتك يا ابني دارش احنا نروح نتهم الناس بحرق سيارتك بدون ما يكون في عنا ادلة وبراهين. لانه تاخذيش في الكلمة هذه مواضيع حساسة جدا. اما شو تقول لك؟ احنا خلينا نسحب حالنا نروح على مختارهم. زلمة مقدر. وزلمة زي ما بيقولوها بيحكي كلمة الحق على قط رقبته. بنحكي له الموضوع. ونشوف شو بشور علينا وشو بقولنا يا عمي. شو رأيك؟ والله حجز هذا رأيك. نتوكل على الله. قوم توكل على الله يا عمي. توكل على الله يلا. خلينا نروح نشوف مختارهم يخلق الله ما نتألمون. يا رب. توكل على الله. يا الله. أنا بنحرق سيارتي. والله ما هو كلام هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يعترف بس. طب وقت بالي يا عم الحياة. شو بتسوي؟ هذه يا عم عشان دينا شوب. شايف رشاش الشمس تيجي عليها بحط هالكرتونة هذا عليها او بكون معي جدالي بحط الجدالي. لانه يا عم دينا شمس انا بتعرف السيارة في الايام هذه بتحافظ عليها. بتحافظ على الفرش. بتحافظ على التابلة. بتحافظ على السرير. بتحافظ على غرفة السيارة. يلا استنى حجي شوي. استنى انا تذكرت شغله. خير يا عمي؟ والله يا عمي كلامك مزبوط. مش لازم نستعجل ونتهم الناس. انا حاس حالي اني استعجلت وبديش اتهم الزلمه. في يا عمي انا قبل كم من يوم لما انحرقت السياره الله يعوضني انا نزلت من السياره وكانت الدنيا شمس بتقدح قد حطيت بقيت الدخان والقداحه ورجعت لقيتها مولعه. فمش عارف ممكن انها هي السبب ومش من الزلمة. فأنا حاسس حالي إني أنا ظلمت الزلمة. يا عمي هذا الحكي بدوش اثنين يحكي فيه. أكيد يا عمي القداحة اللي ولعت في قلب السيارة ما بدوش اثنين يحكي فيها. يا زلمة الله يسامح بحط أنا في الدقص هذا والشوب ودينا نار وصارة مسكرة القداحة على التابلة. أكيد القداحة اللي انفجرت ولعت السيارة يا عمي. الله يرضى عليك. في أيام الصيف بابا خلي القداحة على التابلة. ياما ناس انحرقوا سياراتهم من موضوع القداحة. هقول لك النظارة نفسها هذه النظارة إذا انحطت على التابلة بدأت تولع السيارة. نسيت زمان كانوا يحطوا عدسة يا ابن الحلال ولا حيجي يولعوا الكرتونة ولا المودة. الله يسامحك. اطلع يا عمي. روح يا عمي. روح نطلع في السيارة. والله غلطتك. منيح اللي زق الله هداك على ود الصح. منيح اللي الله هداك. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يسامحك يا عم. بحط القداحة هون يا زلمة. ما بحطش القداحات في السيارة. شكله انه السبب هي القداحة والله. الله يسامحك ويسامحكنا يا رب. يسامحك يسامحنا. بجاه الواحد لحظة. هذه سيارتي اول ما جيت احسب انها مغيمة. ما ادري من مغيمها. ويوم فتحت الباب لقيت الدرج منفجر من البلاعة. مثل ما انتم شايفين هذا كله سبة شاحن جوال. شوفوا والله سبة شاحن جوال. انتبهوا هذه السيارة احترقت اليوم. انتبهوا من شاحن الجوال يا عيال عمي. شاحن الجوال في صرولة غلقت لزومه. والله دقيقتين طفيت السيارة طلعت البيت الجيران يقول علي قل حق سيارة تولعت نار. شوف 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 ها شوف ها والله سبة شاحن جوال. انتبهوا من شاحن الجوال.